أهلا بيكم في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كلنا. النهاردة هناخد مع بعض الأفعال الغير منتظمة في اللغة الإيطالية أو إي فيربي إيريجولاري. كنا إحنا أخدنا في حلقات سابقة إن الأفعال في الإيطالي متقسمة لمجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة، وإحنا بنشيل نهاية المجموعة اللي هي الآري أو الإيري أو الإيري خلاص، ونحط النهايات بتاع كل واحدة. مثلا ما اقول ايه لافوراري تبقى ايو لابورو، تو لابوري، لي ولي لابورا، وهكذا. انما الافعال الايريجولاري عندنا هي افعال بتتحفظ زي ما هي. اول فعل عندنا هو فيربو انداري. انداري معناها يذهب الى، يعني لما اجي اقول انا رايح مكان اقول فادو التشيما، مثلا انا رايح السينما تبقى فادو التشيما. لما اجي اقول لك تروح السينما باي التشيما، تقولوي ولي هو او هي فا. نوي انديامو اروما، احنا هنروح روما. بوي انداتي اروما، انتو هتروح روما. ولورو فانو اروما، هما هيروحوا روما. يبقى انا عندي هنا فيربو انداري يذهب الى، هو فعل غير منتظم. نقول تصريفاته تاني، فادو فاي فا انديامو انداتي فانو. شوف كده مع بعض. نحاول افتح لكم ملف وورد. ماشي، يبقى احنا نكتب كده verbo andare، كبر الخط، andare. io vado، tu vai، lui او lei va، noi andiamo، voi andate، loro vanno. ماشي، يذهب إلى. تاني فعل اللي هو verbo venire، يعني يجي. venire يأتي. لما أقول إيه vengo a Firenze، أنا جاي Firenze. vieni a Firenze، يعني أنت جاي Firenze. أو viene، lui o lei viene va a Firenze. noi veniamo، voi venite، loro vengono. يبقى venire يأتي إلى، خلاص. يبقى نكتبه هنا برضو venire اللي هو يأتي إلى. io vengo، tu vieni، lui او lei viene، noi veniamo، voi venite، loro vengono. وناخد بالنا من حاجة، ان الفعلين دول اللي هما andare و venire من اهم الافعال في اللغة الايطالية. احفظوا دول ان شاء الله. المرة الجاية هنزل لكم 6 افعال برضو irregular مهمة، انا هقول لكم نبذة مختصرة عنهم. عندنا sapere وفاري وديري ووشيري وداري وستاري. لو انتوا عارفين معاهم سيبولي المعاني في التعليقات تحت عشان اشوف ان انتوا عارفين حاجة زيادة. بس اهم حاجة احفظوا فيربو انداري وفيربو فينيري. واشوفكم المره الجايه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واللي عنده اي سؤال يسيبوه تحت في الكومنتات وانا هرد عليه. تشاو.